أنا متجوزة معي 5 أنفار كنا 7 جوزي مريض نفساني ومريض غضروف ابني عنده زادة كهرباء ابني بيجي بيطلب مني الشيكل ما بقدرش أعطيه وبروح ماشي على المدرسة بعيدة بتأخر في على المدرسة وفي السيارة ومار السواق بلاقيهم بخدهم على المدرسة ابني بيطلب مني مثلا بلوزة ما بقدرش أجيب له أي بلوزة ولا أقدر أعطيه مصروف عايشة في غرفة مادة ما فيش أي إشي نفسي أجيب لأولادي نفسي أجيب لهم يعني نفسي أفرحهم ما عنديش خزانة خزانتي مكسرة تلاشتي خربانة بشتغل على النار ما عنديش غسالة ابني كلهم بعية ما بلقاش أجار الطريق أطلع على المعسكر بروح على المعسكر مشي رحت أجيب من جارتنا الشيكل تاني يوم بتقول هات الشيكل أولاد بدي إياه الشيكل ما بقدرش اجيب اي اشي للدار ما بقدرش اجيب ولا اي اشي اجيب بمبس بقدرش البس بنتي نصفي كنا مع مصاري بروح المدرسة ماشي بروح ماشي نصفي كنا مع مصاري عشان اروحوك وبروحوك مدرسة بده كسوة مش قادر بطلب مني صندل ما نص صندل يمشي فيه ما نص صندل والله وبنطلون الله على بطلبه يا من اختي يا من بنت اختي حدش بصرف علي فيش لو انا شك الشؤون اللي باخده واذا مثلا طلع اشتغلت عند جارة اللي بتعطيني 10 شيكل 5 شيكل اصرف على اولادي فيها اللي 11 سنة الحين عايشة في هذا الاشي من يوم ما اتجوزت وانا عايشة في هذا الاشي اصلا جوزي مريض كل معظم أيامي في المستشفى ولادي من كلة الأكل اللي بكلوه ما بلاقيش والله ألاقي أكل إلهم أصلا بالمرة ومن من يأخذش الدواء بصير يضربني عايشة هاي 11 سنة بالضرب ما بقدرش إني حكيت معاه ولا تفهمت معاه برضه بضربني ولادي بطلبوا مني شيكل ما بقدرش أجيب لهم بطلبوا مني يا ماما بدنا حاجة يوم الجمعة نطبخها ببقوا شايفين دار عمهم ايش طبخين ولا شايفين اي اشي طبخين ما بقدرش اجيب لهم يا بفطرهم خبز بحليب يا بحشي لهم دقه ما بقدرش اصنع اكثر من هيك انا اللي بجيب شك شنو اللي بصرف علي او كابلت الماني اللي باخذها هي اللي ممشي حياتي اصلا انا نفسي في حياتي نعيش وعيش أولادي بخير بس نفسي أعيشهم إني أكون إلي أم إلي أولاد يبقوا مبسوطين في حياتهم نفسي ألبس أولادي أحلى لبس نفسي ياخدوا مصروف نفسي في حياتي يكون بس حياتي إنها تكون إلي دار زي الخلي أولادي بكرة يكبروا ويتعلموا يصيروا إن شاء الله متعلمين أي نفسي منعيني إن أولادي يطلعوا متعلمين إن شاء الله بكرة حدا يطلع عنا حدا يساعدني بس هي اللي بقدر انه بس بتطلع انه حدا يطلع لي وحدا يساعدني في ولادي بنتي بحفظها شرايط ما بلاقيش لها صندل اطلع فيه ولا اواعي بقدرش اجيب لهم اصلا عيانه هي ما فيش لها شيء اجيب لها دواء مش قادر اجيب لها دواء